الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام أتمنى كمان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بدءاً لبدأ تحية طيبة لجميع المتتبعين ومتتبعات صفحة المدينة الجهوية للثقافة جهة الرباط سلا القنيطرة. تحية طيبة مفعمة بالمحبة والتقدير إلى الجميع. يسرنا نحن في جمعية عناية للعمل الاجتماعي والثقافي والرياضي أن نستأنف برنامجنا المتعلق ببرنامج الثقافي للأيام الثقافية في نسختها السابعة، يعني خلال الفترة الممتدة ما بين 29 أكتوبر إلى غاية 19 ديسمبر من العام الجاري، أن نستأنف هذا البرنامج باستضافة الروائية والقاصة أستاذة إحسان السباعي. مرحبا بك أستاذة، وشكرا لك على قبولك الدعوة وعلى يعني حضورك ومشاركتك في برنامج الأيام الثقافية. فيعني قبل يعني أن نبتدئ يعني حوارنا مع الأستاذة في اللقاء تواصليا حول تجربتها الإبداعية في كتابة الرواية، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة المديرية الجهوية للثقافة جهة رباط سلا القنيطرة على ثقتها الدائمة في جمعية العناية للعمل الاجتماعي والثقافي والرياضي، وفي دعمها للبرامج الثقافية للجمعية. كما أشكر إدارة الخزانة عبد الرحمن حجي في شخص إلى المحافظة الخزانة الأستاذة فاطمة فارس على أن أتاحت لنا هذا الفضاء الجميل لكي ننظم فيه هذا البرنامج الثقافي المتميز. أشكر جميع الأعضاء الجمعية وخصوصا بالذكر الأستاذ عبد الكبير النافوري الإعلامي المقتدر على يعني إشرافه على يعني توثيق هذا البرنامج للأيام الثقافية. أشكر الأستاذ الفنان المقتدر والمحبوب علينا جميعا الأستاذ صديق بن مرحيم على قبول الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء التواصلي، فله منا الشكر الجزيل والمنن العظيم على حضوره وعلى تقبله معنا بالتنقل لكي يعني يشهد معنا هذا الحدث الثقافي الهام. فمتمنياتنا لك أستاذي بالمزيد إن شاء الله من التألق والعطاء والاستمرار إن شاء الله في خدمة الثقافة والفن. فالآن قبل يعني أن نفتتح ونخوض في هذا اللقاء التواصلي، أود أن أعطي الكلمة للأستاذ إحسان السباعي لكي تخاطب جمهورها وتخاطب يعني عامة المشاهدين ومشاهدات صفحة المديرية الجهوية للثقافة. أولاً وقبل كل شيء، صباح الفل والورد والياسمين، والعود أحمد للقاءات الجميلة التي اشتقنا إليها في إطار الكلمة الهادفة والمعاني السابقة، فقد حرمتنا كورونا من هذه اللقاءات الجميلة. أود أن أشكر متتبعات ومتتبعين صفحة المديرية الجهوية للثقافة جهة الرباط سلا القنيطرة، وأشكر إدارة خزانة عبد الرحمن حجي التي توفر لنا هذا المكان برئاسة السيدة المحافظة. كما أشكر جزيل الشكر لجمعية العناية للعمل الاجتماعي والثقافي والرياضي برئاسة السيد مصطفى أقصاي الذي دائما يفتح لنا أفاق اللقاءات والأمسيات حتى يقرب المبدع للقارئ أو للمتتبع حتى يعرفه عن قرب وحتى يستفيد منه. فشكرا جزيلا لهذا اللقاء الجميل، وأشكر الذي يؤرخ لنا الصورة بالصوت والكلمة السيد النافوري، وكذلك محمد أمي بالحاج الذي كذلك يسهر على حماية الجمعيات وتنظيمها، كذلك المغني والفنان صديق بن مرحيم. أشكركم جميعا في هذا الصباح المبارك أنكم أتحتم لي هذه الفرصة الجميلة كي أدلي بحول مولودي الأخير على ضمن أولادي من ورق روايتي لمنى غنت ليلى، حتى أغني لكم على مناي وأسعد معكم في هذا اللقاء الجميل. شكرا أستاذة روائية أستاذة إحسان السباعي على هذه الكلمة الجميلة والطيبة. فعلى بركة الله إن شاء الله نلقي انطلاقة لهذا اللقاء الحواري اللي خصصناه في موضوع لقاء تواصلي حول التجربة أو حول التجربة الإبداعية للروائية إحسان يعني إحسان السباعي في كتابتها للرواية، ولا سيما أننا نحن يعني اعتدنا على أن أستاذ إحسان السباعي يعني اعتدنا عليها كشاعرة وكسجالة يعني في معظم يعني لقاءاتنا الأدبية. فأول سؤال يعني يمكن أن أقوم بطرحه على أستاذ إحسان، من تكون إحسان السباعي؟ إحسان السباعي هي إنسانة
بسيطة، مدرسة لغة عربية، زوجة وأم لثلاث أطفال، لدي بنتان وذكر ولد واحد، عاشقة للكتابة في الزمن الصعب، أحاول متقلب هموم المرأة، أحاول ما أمكن أن أعبر عنها شعرا أو قصة أو زجلا أو رواية، فأنا إنسانة مزاجية، أخدع للحظة وأخدع للرغبة، لا يحكمني صنف معين، كلما أتيحت لي رغبة أو عشق لمجال معين فأنا أحاول أن أبدع فيه وأن أكتب وأترجم ما أشعر به داخل أعماقي، أحاول ما أمكن أن أترجم قضايا المجتمع والمرأة بالخصوص لأنني أبقى امرأة تحز في نفسي وضعية المرأة إن كانت مظلومة أو كانت تعاني إجحافا أو كانت تعاني انكسارا، فأنا دائما أكتب أن عليها أن تتحدى وتواكب وتسعى إلى تحقيق أحلامها وتدافع عن قضايا الأسرة والمجتمع على العموم. جميل صراحة أن يكون لدى يعني الكاتب هم وأن يحمل يعني قضايا من قضايا المجتمع وأن يقوم يعني بالتنظير إليها وأن يكتب يعني عليها يعني بواحد الشكل فني اللي هو جميل. إذا أستاذ إحسان، كما قلت سابقا اعتدنا أن يعني نرى أستاذ إحسان يعني تكتب في الشعر وفي الزجل بشكل يعني اللي هو كثير في يعني، ولكن في الآونة الأخيرة يعني لاحظنا نوع من التنوع في الكتابات ديال الأستاذ إحسان، ترى في القصة القصيرة وترى يعني فوجئنا بالصدور رواية يعني بعنوان من منى غنت ليلى، لأن هذا التنوع في الكتابة وهذا التنوع يعني في تناول القضايا بمختلف الأجناس الأدبية. السؤال اللي يمكن أن أطرحه عليك يعني ما هي أهم إصدارات اللي أصدرتها يعني في هذا المجال، وفين يعني الأستاذ إحسان تجد ذاتها وتجد يعني مناها في الكتابة؟ أنا ربما تلك الإنسانة المتعطشة للكتابة لأنني كنت ربما تأخرت عبر زمن طويل، سرقني الزواج وسرقتني الأطفال وسرقتني الحياة العملية، لذا فجأة أتيحت لي فرصة الكتابة فصرت أكتب يعني بدون توقف، فما زلت أحس بنفسي متعطشة، كلما اشتقت إلى مجال معين حاولت ما أمكن أن أعبر عنه، فأنا قلت أنني لا أنحصر ولا أتقيد في مجال معين، فأنا عاشقة للشعر وعاشقة للقصة وعاشقة للزجل وعاشقة أنا عاشقة أسابق أمهج الريح ولا أنتظر شيئاً، لا أنتظر قيوداً أو حدوداً، أنا في لا مكان في لا زمان ممكن أن أكتب، فلدي من الإصدارات 10، لدي 4 دواوين، همسات من جوف الروح، خلجات برداء العصاب، عيون ببياض العمى، زوابع شهر زادية، هذه دواوين خاصة بالشعر، كذلك لدي قصة مجموعة قصصية قصة قصيرة جداً هوية مغتصبة، كذلك نساء خلف الجدران، نوافذ تسرق كحلهم، الزجل لدي مال نوارة ليام دابلة يمهزوز على كفوف الريح، أما آخر مولودي الورقي وهي روايتي لمنى غنت ليلى، وهي كانت من أول كتاباتي إلا أنها شاخت بين يدي لأنني تهت في مجال الشعر وتهت في مجال القصة، إنما كنت أكتبها في صمت وفي خفاء حتى قدر لها أن تولد في آخر أولادي مع أنها كانت هي الأولى، نظرا ربما للوقت لم أجد من يصحح لي، لم أكن أمتلك الثقة الكافية أنني ممكن أصدر رواية، وهي قد جاءت للوجود وأتمنى أن تنال الرضا والقبول، فلمنى غنت ليلى وأنا ما زلت أغني معكم على ليلاي وأبحث على مناي في كل المجالات. جميل جميل صراحة يعني ما سمعناه من رواية الأستاذ إحسان السباعي، من التواجد أمام يعني موسوعة متنوعة يعني في الأجناس الأدبية، يعني الأستاذ إحسان صراحة يعني عشنا معها يعني لحظات منذ سنة 2014 ونحن يعني نتواصل ونشترك في مجموعة من البرامج التقائية، يعني تعرفنا على أن الأستاذ إحسان هي موسوعة صراحة، فبالإضافة إلى هذه الكتابات المتنوعة وجدنا يعني الأستاذ إحسان في الإعلام، وجدنا الأستاذ إحسان يعني في التنشيط، وجدناها يعني في كافة المجالات، فمتمنياتنا لها بمزيد إن شاء الله من التألق والإشعاع إن شاء الله. فأمام هذا الزخم من الدواوين ومن المجموعات القصصية ومن من منى غنت ليلى، ربما يبدو هذا السؤال بديهيا ولكن سؤال جوهري
وهو يعني ماذا تعني الكتابة بالنسبة لأستاذ إحسان السباعي؟ الكتابة بالنسبة لي ربما هي أكسجين للحياة، هو الهواء الذي أتنفسه حتى ممكن أن أستمر وأعيش بهدوء. فأنا دائما أختلي بنفسي وأهرب من أولادي وأهرب من زخم الدنيا ومن تعبها، وأختلي بنفسي وأخذ قلما حتى أكتب، ربما أعالج نفسي من الناحية النفسية، أعالج نفسي من ناحية الذهنية، من جميع النواحي. فالكتابة بالنسبة إلي دواء وعلاج، وهي متنفس أسعد به لنفسي، أخلق أجواء وطقوسا خاصة مع كوب شاي أو فنجان قهوة أو قطعة موسيقى والقلم. دائما أنا الناس تخرج ومعها زاد من الأكل، أنا معي زاد من القلم والأوراق، كلما وجدت الفرصة المناسبة فأنا أختلي لكي أكتب. أن الكتابة بالنسبة لي هي قضية حياة أو موت، فأنا سأظل أكتب حتى لو كنت على فراشي الموت. صحيح أستاذ إحسان، الكتابة هي قضية حياة أو موت، وهي الأكسجين الذي يعني يتنفس به الإنسان المثقف. فإذا كان يعني الطعام والشراب هو يعني زاد لتقوية الأبدان، فإن الكتابة والقراءة هي زاد لتقوية الفكر والعقل. فصراحة كما قلنا يعني أستاذ إحسان، أمام هذا الزخم المتنوع من الكتابات، وأمام كذلك يعني الوظيفة المهنية كأستاذة، إضافة إلى يعني المهمة داخل البيت، يعني كيف يعني استطاعت الأستاذة أن تنجح في عملية يعني ولوج عملية الكتابة أمام هذه الأشغال الكثيرة اللي يعني تتحوم بك أستاذة في حياتك اليومية والمهنية؟ بصراحة أنا ربما تأخرت كثيرا، أنا فكنت أكتب في عندما كنت في مجال المراهقة، كنت أنتمي أنا إلى منطقة مدينة القصر الكبير، وهي مدينة صغيرة من شمال المغرب، وكنت من أسرة محافظة وخجولة، كنت أكتب يعني بخجل وتحت الوسادة، وهذا الخجل وهذا السكوت أدى أن سنوات من عمري ضاعت وأنا أكتب كتابات تبقى ظل النسيان. بينما حتى تزوجت وأنجبت أولادي لمدة يعني سنين حتى صرت أكتب، أقول مع نفسي لماذا ضاعت مني تلك السنوات، كان أولى أن أكتب وأجعل كتبي ترى النور. الآن عندما بدأت فأقول إن المسألة مسألة تنظيم، على المرأة حتى لو كانت متزوجة حتى لو كان عندها أولاد، لو أرادت أن تحقق حلم الكتابة سوف تتحدى كل شيء وتخلق لنفسها موضعا ووقتا حتى تكتب، فلا مجال لخجل أو للظروف. فتلك الشماعة التي نضع عليها خجلنا وفشلنا وحتى أننا نضيع من عمرنا سنوات فلا نكتب. أنا نادمة أنني ضاعت من عمري سنوات ما كتبت فيه، كنت أكتب ولكن في صمت. مؤخرا رغم الأسرة ورغم الزواج فأنا استطعت أن أحقق نسبة من النجاحات، وهذا راجع على قدرة المرأة لأن تتحدى المستحيل ومسألة تنظيم الوقت فقط. الحمد لله يعني لم تضيع السنوات سودة، يعني على الرغم من التأخر، ولكن بالمقارنة يعني والملاحظة يعني نوعي الإصدارات التي أصدرتها الأستاذ إحسان يعني ما شاء الله، يعني تقريبا إصدارين كل سنة، يعني سواء في الشعر أو في القصة، من 2011 إلى الآن إذا حصينا عدد الإصدارات فما شاء الله، يعني إصداراتها كلها يعني ذات جودة علمية، ويعني قضايا تحمل قضايا وهموم المرأة بالخصوص. فتحية لك أستاذ إحسان على هذه يعني المصابرة والمتابرة في الكتابة وفي حمل أهم الكتاب والكتاب. فأنتقل بك أستاذ إحسان إلى المحور الثاني من هذا اللقاء، فالمشاهد والمتبع لرواية إحسان السباعي للمنى غنت ليلى، فأول سؤال يتبدى إلى ذهنه وهو العنوان، دلالة العنوان. لماذا اختارت أستاذ إحسان للمنى غنت ليلى، وما علاقة هذا العنوان بشكل الصورة اللي متواجدة، يعني صورة المرأة؟ هل يعني مضمون الرواية له علاقة بقضايا المرأة، أم يعني هناك دلالات أخرى ومعاني عميقة داخل الرواية؟ فلتتفضل أستاذ إحسان لإعطائنا يعني دلالة اختيارها
للمنى غنت لينا. كما تعرفون فأنا عاشقة للموسيقى، لا يمكن أن أكتب إلا إذا كانت هناك قطعة موسيقية هادئة أو مطرب أو مطربة حتى يتسنى لي الكتابة، فأنا عاشقة لأغنية الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، الليل لا تحلو لسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. أنا هذه الأغنية كنت عاشقة لها وما زلت عاشقة لها، فمنها استمديت هذا العنوان، قلت دائما نسمع الليل وليلى والغناء، فحاولت بمعنى البطلة هي منى وبنت البطلة، البطلة هي ليلى وبنتها هي منى، إذا الأم دائما تغني على بنتها وتغني على أبنائها ودائما تطلب لهم أن يكونوا أحسن منها، فليلى للمنى غنت ليلى، فليلى تغني على منى بنتها التي عانت مشاكل كثيرة، وهذه الرواية هي فيها جزء من الحقيقة وجزء من الخيال وجزء من الحبكة، فأنا عدت بها إلى الوراء، فأنا كنت أشتغل مدرسة في جهة كتامة، المنطقة اللي كان فيها كل مخدرات وكل عوامل كثيرة، أنا حتى أنا خدمت تقريبا كنت عندي 19 سنة ولا 20 سنة، كنت مدرسة في البادية، تلك المعاناة حاولت ما أمكن أن أصوغها عن طريق الوصف والحدث والخيال، هناك أحداث حقيقية هناك أحداث من اختراعي كلها تدور حول قضايا المرأة ومعاناة الفتاة الشابة التي ما تجاوزت 20 وهي تعاني في البادية من مواصلات، وكيف كانت في تلك المنطقة لم تشتغل فيها المرأة أبدا وكانت هي بنت صغيرة فلقيت معاناة، وتلك المنطقة هي البؤرة الأساسية لزراعة المخدرات، فهي حاولت ما أمكن أن تهرب من ذاك العالم بمخدراته وبسلبياته وبصعوباته في مجال الريف، وأنجبت منى لتجد أن بنتها هربت من ذاك المخدرات فوجدت ابنتها تتعاطى المخدرات. الحكاية لا يمكن أن أحرقها، هناك تفاصيل عدة وقعت في تلك المنطقة، الربط بين الحاضر والماضي والمستقبل في خضم القضايا الاجتماعية والمؤثرات للمخدرات والأسرة والضياع، لا يمكن أن يعني نختصر كل شيء، تكون فرصة لكي تقرأوها. صحيح يعني أستاذة يعني أعطتنا أنا التي رسمت تلك الصورة، والصورة أنا التي رسمت هذه الصورة، فالصورة تعني أن امرأة رغم أنها محاصرة بالورود إن أن الورود أحيانا تصير أشواكا وتصير ضغطا عليها، فليس كل ما هو جميل فهو يعني يعطي ثقة، هناك من يبتسم لك ولكن هو في نفس الوقت قد يغدرك وقد يقدم لك سكينا ومن ظهرك ويخدعك. إذا هذه الفتاة أو هذه المرأة هي داخل زهرة، إنما هذه الزهرة صارت تلتف عليها حتى صارت أكثر ضغطا، وهذه الزهور ربما هي ضغوطات الحياة المجتمع، هناك تفسيرات كل واحد يعطيها حسب معناه وحسب عقله وفكره. إذا أنا راسمة هذه الصورة الطفولية لأنني ما زالت تسكنني الطفلة التي ما زالت ما أرادت أن تكبر وتحاول أن تتعلم الحياة. جميل جميل ممتاز صراحة، من خلال هذه الإجابة التي أجابتنا الأستاذة إحسان أصبح يعني خيوط الرواية تنفك واحدة تلو الأخرى، فلمنى غنت ليلى وعلاقتها بالصورة الغلاف والأحداث التي جاءت يعني في داخل الرواية يتضح لنا أن هناك أحداث متسلسلة لا علاقة بالمرأة ولا يعني علاقة بمشاكل وهموم المرأة في منطقة معينة من مناطق الجغرافية للمغرب. فربما يعني سؤال وإن كانت استفادت فيه الأستاذ إحسان، يعني أود أن يعني تبرز لنا أهم الأحداث، أهم الأحداث والتيمات الأساسية اللي جاءت يعني في الرواية حتى يعني نزداد شوقا يعني وشياقا للمزيد من التأمل وقراءة هذا الكتاب الروائي الجميل للمنى غنت ليلى. هناك أحداث كثيرة ومتشابكة هنا تعود بالأساس إلى كيف أن البنت يعني ما تجاوزت 20 من عمرها وتعيش مستقلة على والديها في منطقة لا كهرباء فيها ولا ماء، فيها ماء فقط في الآبار أو في البئر، وتعاني نظرة المجتمع لم يتقبلوها أنها فتاة غير محتجبة، فتاة جاءت من المدينة وكيف يتقبلونها أن تدرس أبنائهم وهم لا يجهلون حتى المدينة، لأن هذا الحدث تقريبا من 20 سنة
كذلك معاناة هذه الفتاة في وسط يعتمد في معيشته على المخدرات، وعلى هناك طائرات تأتي من دول العالم كي تأخذ ذاك المنتوج، وهناك مراحل كيف يصير يباع حتى إلى الخارج، هناك دواب تنتقل به إلى المدن القريبة. عاشت هي تلك المعاناة، وعاشت معاناة القتل، هناك من بطل رجل مجنون كان يعارضها دائما في طريقها لأنها كانت جميلة وصغيرة وكان يحاول أن يتحرش بها، فاشتكت به إلى القائد فقام بقتله هو ذاك القائد. وهناك أحداث متشابكة، بالأساس هي هربت من ذاك المنطقة، من تلك المنطقة كي تعيش حياة عادية وتتزوج، فلم تفلح حتى في الزواج وأنجبت ابنها، يعني صارت تتعاطى المخدرات، يعني ذاك الرصيد الذي خافت منه قد أحيا من جديد في ابنتها التي حاولت ما أمكن أن تنقذها فصارت فاستدعت. هناك أحداث لا يمكن أن أقول كل شيء. صحيح صحيح، يعني كما قلت يعني قراءتك لدلالة العنوان ولأهم الأحداث زادت مزيد من التشوق ومزيد يعني من الرغبة. وإن كنا قد قرأنا سبقنا قرأنا يعني كتاب الروائي لمنى غنة ليلى، ولكن بسرد الأستاذ إحسان لأهم الأحداث بطريقتها الخاصة زادتنا تشوقا ويعني رغبة في المزيد يعني من التعمق في النصوص والدلالات ما وراء السطور اللي جاءت بها يعني الكتاب الروائي هكذا يعني لمنى غنة ليلى. فأنتقل بمشاهدي ومشاهدات صفحة المنتدى الجهوية للثقافة جهة رباط سلا القنيطرة من جو الهموم والقضايا المرأة والمشاكل التي عشناها مع ليلى وابنتها منى، ننتقل بحضرتكم إلى جو الطرب والفن مع أستاذنا المقتدر منى الصديق المرحيم، فليتفضل مشكورا ليشنف مسامع المشاهدين والمشاهدات يعني بجميل يعني عزفه وأدائه الجميل. فألف مرحبا بالأستاذ الصديق بن إبراهيم في هذا اللقاء التواصلي ليتحدث عن تجربة الأستاذ إحسان السباعي في كتابتها للرواية. كل شي بخير كلامك سمع وحب
التلاقي حبه وجدال ليك اشواقي الخوف شده يحلى تلاقي الحب وجدال ليك اشواقي. عدنا والعود احمد نجدد شكرنا لاستاذنا والفنان المقتدر سيدي مرحيم الصديق على المشاركه الجميله والماتعه التي شنف بها مسامعنا ومسامع المشاهدين ومشاهدات صفحه السنوديه الجهويه للثقافه جهه رباط السنه، فلك الشكر من الجزيل على هذه المشاركه ولنا معك عوده ان شاء الله. نستمر في حوارنا مع موسوعتنا وضيفتنا في هذا اللقاء أستاذ إحسان السباعي، فمرحبا بك مجددا وشكرا لك مجددا على قبولك الدعوة. أنا التي أشكرك. ونحن يعني نتواجد بين أحضان حزانة عبد الرحمن حجي ونحن بين هذه الأروقة الجميلة التي تشير على دلالة الأصالة والمعاصرة، فمرحبا بك ومتمنياتنا لك إن شاء الله المزيد من التألق والعطاء لخدمة الثقافة والمثقفين بكتاباتك الجميلة والماتعة. فكما استمعنا قبل قليل مع الأستاذ إحسان روايتها للمنى غنت ليلى وصلت لنا دلالة العنوان وعلاقة العنوان بما جاء يعني في الحبكة وما جاء من الأحداث، صدح لنا يعني أن هذه الكتابة وهذه التجربة هي قريبة من ما تكون إلى سرد السيرة الذاتية. وهنا يعني ينتابني سؤال أود أن أطرحه عن الأستاذ إحسان، فما علاقة أحداث الرواية بالأستاذ إحسان السباعي؟ هناك ملاحظة أنا ألاحظها دائما أن أي شيء أكتبه فهو يتعلق بي أنا شخصيا، ليس بالضرورة أن الكاتب كلما يكتبه فهو يعني، لأن الكاتب ربما هو ذاك المصور الذي يصور الحدث بقلمه بإحساسه بعقله بأفكاره حتى أنه يشخص ويجسد فيجعل الكاتب يصدق أنه هو من عاش ذاك الحدث. أنا مثلا كتبت عن قصيدة العانس فوجدت تعليقات تطلب مني أن أحصل على عريس في حين أنا متزوجة أكثر من 25 سنة ولدي 3 أطفال. هذا هو في حقيقة تعليق جاء ربما ليس صائب، ولكن هذا يعطيني إحساس بأنني أنا قد نجحت وأتقنت كتابة القصيدة حتى صدق القارئ بأنني أنا عانس. كذلك كتبت عن أم الشهيد فهناك تعليقات من صارت تطلب الرحمة لابن الشهيد في حين أن ابني ما زال على قيد الحياة وأتمنه أن يكون يعني سعيدا في حياتي، فكل الأمهات يتمنون لأبنائهم إن أن يكون في أحسن أن يكونوا في أحسن حالة. إذا الكاتب ليس بالضرورة ما كتبه فهو نفسه، فأنا حتى الرواية فيها جزء مني ولكن هناك أحداث ليست لا تعنيني، هي من خيالي ومن إبداعي ومن فكري، وحتى إنما أنا ربطتهم بالواقع من أحداث اللي ما أراه من تجربتي طيلة السنوات، رصدت حالة الزوجة، حالة الشابة، حالة الطفلة، رصدت حالة الأم، رصدت حالة المرأة في مختلف فتراتها العمرية وقربتها من الواقع بقضاياها ومجتمعها وبكل ما فيها. فليس كل ما أكتبه فهو لي، أنا أحاول ما أمكن أن أرسمه بصدق وبعفوية وبتلقائية حتى يصدق القارئ ويحس على أنني أنا من شخصت تلك ذاك الحدث. جميل جميل والله جميل، يعني هذه المصارحة وهذا التعبير يعني متميزة وممتازة. ف يعني هناك يعني سؤال آخر انتابني وقد ينتاب جميع المشاهدين والمشاهدات حول يعني اللي قد سبق لهم وقرأوا معظم المنجزات الإبداعية للأستاذ إحسان. نحن في جمعية العناية للعمل الاجتماعي والثقافي والرياضي تقريبا قد أشرفنا على توقيع معظم المنجزات الإبداعية للأستاذ إحسان سواء كانت في الشعر أو في القصة أو حتى في الرواية، نكون نحن السباقين يعني بالإشارة على توقيع المنجزات الإبداعية، ولكن أغلب منجزاتها نجد أنها تكتب
عن قضايا المرأة وعن معاناة المرأة وعن مشاكل المرأة. فلماذا يعني هذا الاحتيال هذا الموضوع بالذات؟ ويعني لأن معظم الكتابات المتوجهة إليك يعني كلها يعني تنصب في هذا الموضوع. أنا كاتبة عن قضايا المرأة، سأبقى أكتب عنها حتى إلى أن يريد الله الأرض ومن علي لأن يأتي لي الأجل، لأنني أبقى امرأة متقلة بهموم المرأة، إلا أنني لا يعني أجد ناس تقول بأنني أكره الرجل، فأنا لا أكره الرجل، فلي زوج فلي ابن ولي أب ولي أخ، أنا فقط مع المرأة لأنني أنا أحس بالحزن وبالأسى على المرأة التي مهضوم حقوقها في هذه الفترة التي نحن نعيش الديمقراطية ونعيش العولمة ونعيش كل فرض عليها المطالبة بحقه. فأجد هنا نساء ما زلنا في الصمت، لا يقدرن على الكلام، لا يقدرن على البوح، لا يقدرن على الدفاع عن أنفسهن، في حين الناس وصلت إلى القمار. هذا ما يحز في نفسي، فلذا سخرت قلمي وأفكاري وحسي حتى أعبر عن قضايا المرأة، حتى يكون لي دور ولو بصمة إيجابية. حتى أنا في مواقع التواصل الاجتماعي فقد خصصت لنفسي، يعني لا أدعي النصيحة، ولكن من خلال تجربتي، فأنا لست صغيرة في العمر وتزوجت أكثر من 25 سنة ولدي أبناء وأشتغل في مجال التعليم وأشتغل كذلك مجال الأدب، فلي على الأقل بعض التجارب، فلا بأس أن أدلي بنصائح للمرأة وأكون سبب في رصد الطاقة الإيجابية لمجموعة من النساء حتى يأخذنا الانطلاقة ويأخذنا المبادرة ويبحثنا عن الطريق الصحيح. فصارت لي صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى عدد كبير من النسبة من المشاهدات والمشاركات، وهذا يعطيني دافعا أن أسخر قلمي ونفسي وعقلي وكل حواسي وكلي وبعضي من أجل خدمة قضايا المرأة، لأنني أنا امرأة ولي أتمنى أن تكون لي رسالة إن شاء الله. ممتاز. طبيعة الحال هذه رسالة، رسالة يعني تحملينها وتقومين يعني بعملية نشرها يعني في مختلف يعني إنجازاتك الإبداعية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والجميل في الكاتب هو حينما يكون لديه هم، يحمل هم قضية ما ويكون يتنظر إليها من خلال كتاباته ومن خلال يعني نشره، سواء كان في الشعر أو في القصة أو في الرواية. صراحة الأستاذة إحسان السباعي كما قلت سابقا هي متعددة الاختصاصات، يعني موهبة سخرها الله سبحانه وتعالى لنا في مدينة سلا، يعني بهذا التعدد في الكتابة، كتاباتها يعني تحمل واحد دلالات جميلة ومعاني عميقة. هل سمحت يعني كتاباتك ان تحمل يعني جوائز او جوائز يعني سواء على المستوى الوطني او على المستوى المحلي؟ وان كنا قد سمعنا يعني دار البيضاء في نسختهم الاخيره، فهل يعني سواء الروايه او بالشعر او بالقصه يعني كانت لك يعني تكريمات او جوائز في هذا المجال؟ الحمد لله، وهذا من فضل الله المولى الكريم. فأنا عندما بدأت أكتب أولا في مجال الإنترنت، خاصة في مجال الفيسبوك، كنت أشارك في مجموعة من المسابقات وكنت أخذ جوائز، وكان ذلك منحني دافعا كي أبدع وأكتب من جديد، كأنني كنت متعطشة للدافع وللتحفيز، لأن الجوائز تعطي تحفيزا وشرارة وانطلاقة للكاتب حتى يبدع ويكتب أكثر. وإنما كذلك أنا مدينة لجمعية العناية للعمل الاجتماعي والثقافي والرياضي، التي أتاحت لي فرصة اللقاء عن قرب عبر الأمسيات والجمعيات، وهذا خول لي أن أشارك في أمسيات على أرض الواقع وجلسة المغرب، وكذلك منح لي فرصة أن أحظى بجوائز عدة في مجال الإنترنت وفي مجال الواقع. وكانت الجائزة التي هي سبقة وسام وفخر على رأسي وعلى صدري، تلك الجائزة التي أخذتها العام الماضي في معرض الكتاب في مدينة الدار البيضاء، وكنت من ضمن النساء التي المرأة التي مثلت جهة الرباط والقنيطرة والسلا، أنا والسيد الأستاذ نجيب الخلدي، وأخذنا جائزة من طرف الوزير وأعطونا درعا، وكان هذا لي شرف، النتيجة أعطاني إحساس أن كتاباتي تستحق الجائزة وتستحق أنني أحمل هذا الوسام حتى أبدع وحتى أعطي أكثر. فهذه جوائز تبقى مؤرخة في ذكري وفي ذاكرتي كذلك. وهناك جوائز
في المسابقات الانترنت والمسابقات حتى في الجمعيات على ارض الواقع اخذت الجوائز. ممتاز. عباره عن شواهد تقديريه ولكن هذه الشهاده العام اللي فات كانت جائزه اللي كنفتخر بها دائما. تستحقين كل تقدير وكل ثناء على مجهودك وعلى يعني نضالك وعلى يعني متابرتك في الكتابه وفي حمل هموم وقضايا المرأة، تستحقين كل التقدير. كما تعلمون هذه السنة سنة 2020 سنة جائحة كورونا، وجائحة كورونا يعني أثرت على العديد من المجالات، ومن بينها المجالات الأدبية والثقافية والشغلات والجمعيات تحمل هم الثقافة والمثقفين. أوقفت هذه الجائحة اللعينة يعني كل هذه التحركات. فسؤالي الأستاذ إحسان، هل كان لجائحة كورونا تأثيرا على مجال كتاباتك أم ماذا تقولين في هذا؟ كما نعرف أن كورونا هو ذاك الشبح القاتل الذي أودى بالكثير، ولكن كما يقال مصائب قوم عند قوم فوائد. فكورونا بالنسبة لي أنا ربما قد حرمتني من اللقاءات المباشرة، من الأمسيات، من التواجد مع الناس، ولكن هي خلقت في داخلي خلوة وإبداع. فأنا في صدد كتابة رواية ثانية إن شاء الله أتمنى أن ترى النور. كذلك فتحت لي آفاق أن أفتح صفحة في التيك توك وصار لي عالم خاص، فاكتشفت بداخلي أنني ربما أملك ذاك اللسان الذي يمكن أن يعبر عن قضايا المرأة. فصارت لي صفحة مهمة لديها نسبة مشاهدة كثيرة، وهذا أعطاني دافع في ظل الكورونا أن أجتهد وأن أفكر في المواضيع وأن أفكر في الأفكار حتى أتقرب من المشاهد وأتقرب من الناس. كذلك أنا في خلوتي أكتب الرواية وأكتب الشعر وأكتب القصة، فما زلت مزاجية، لا يقيدني جنس ولا يقيدني صنف، فأنا أكتب. فكورونا كانت سبب في أنني جعلتني أكتب وما زلت أبدع، وأتمنى إن شاء الله أن ترى كتاباتي أمور مستقبلا مزيدا إن شاء الله من التألق والعطاء وإشعاع خدمة للخزانة العربية وخدمة للثقافة والمثقفين. ومتمنياتنا لك من النجاح الدائم إن شاء الله يعني في حياتك المهنية والعائلية والأدبية. ف هذه اللحظات قبل أن أعطي كلمة الاختتام لهذا اللقاء المتميز والجميل، أعطي كلمة اختتامية للأستاذ إحسان لتوجه بها يعني مشاهدي ومشاهدات صفحة المديرية الجهوية لثقافة جبهة رباط صلة والاعتراف، وإلى معظم محبي جمعية العناية للعمل الاجتماعي والثقافي والرياضي، وإلى عموم المواطنين والمواطنات. في رقبتي دائما اعتراف أنا دائما أقولها سأظل أقولها، فجمعية العناية العمل الاجتماعي والثقافي والرياضي فتحت عندي آفاق ما كنت أتصورها أبدا، فهي التي اكتشفت بداخلي مجال التنشيط، فأنا أقوم بمجال التنشيط، وهذا ما أهلني أن أزور المغرب بفضل جمعية العناية وبفضل حرفي وبفضل كتاباتي. جعلتني الناس يقولوا الناس كتبع طرف الخبز وأنا تبع طرف الحرف. الحرف جعلني أزور المغرب، حتى ذهبت حتى إلى طاطا، إلى طنطان، إلى تردانت، ذهبت يعني زرت جملة مدن المغرب ما كان لي أن أزورها بدون حرفي، فهذا شرف لي. فأنا ممتنة لقلمي ولجمعية العناية، ممتنة لله سبحانه وتعالى الذي أعطاني هذه الهواية التي بها أستمد عافية روحي وعافية نفسي، ومنها عندما أمرض أو أسقط فأنا أخذ القلم وأكتب وأقرأ، فأنا أستعد حالتي النفسية. بدل أن أذهب إلى طبيب نفسي فأنا أذهب إلى القلم وإلى الرواية وإلى الكتابة حتى أتعالج وحتى أكتسب طاقة إيجابية. عندما أجد التفاعل مع الناس من خلال القراءة لكتاباتي أو الاستماع لفيديوهاتي في تيك توك أو في انستغرام أو في اليوتيوب أو في كل مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا يعطيني الطاقة والشعور بالبسمة والشعور بالرضا والشعور بأنني أنا أستحق الحياة، بأن قلمي هو زادي وهو مشعلي وهو النور الذي منحه الله إلي حتى أنطلق به وحتى تتجلى الظلمة والعتمة، ويا رب أعنا على المشي والمضي قدما إلى الأمام. وشكرا جزيلا لك أخي مصطفى أخصي على هذا اللقاء الجميل، وشكرا لكم جميعا. مرحبا، وهذا شرف لنا يعني أن نستضيف قام من القامات الأدبية بجهة رباط صلة القنيطرة الأستاذ إحسان السباعي، الذي نتمنى لها يعني المزيد إن شاء الله من النجاحات، المزيد إن شاء الله من التألق، المزيد إن شاء الله من
الاصدارات، مزيد ان شاء الله من اكتشاف المواهب اللي يعني بداخل الاستاذ احسان. ونحن في جمعيه العنايه راه الاشاره ديالها وراه الاشاره لجميع المبدعين والمبدعات، وحياك الله وتشكرك على يعني قبولك الدعوه للحضور و شرف لي الاستضافه بهذا البرنامج، ومتمنيات لنا للجميع ان شاء الله من مزيد من التالق والاشعاع. نشكر النافوري والاستاذ رحيم والحاج كلكم، شكرا لكم جميعا. نورك. قبل ان نختتم هذا اللقاء اجدد شكري لاداره المديريه الجهويه للثقافه جهه رباط سلا القنيطره على تشجيعها الدائم لجمعيه العنايه للعمل الاجتماعي والثقافي والرياضي في شخصنا وفي شخص جميع اعضاء الجمعيه. كما اشكر اداره الخزانه عبد الرحمن حجي في شخص السيده المحافظه للخزانه الاستاذه فاطمه فارس التي اتاحت لنا هذا الفضاء الجميل والماتع، يعني ونحن يعني نتواجد بين اروقه الفكر والمفكرين، يعني اتاحت لنا هذه الفرصه، فلها منا جزيل الشكر والامتنان العظيم على يعني تعاونها وعلى يعني تركها يعني بين التارة والاخرى يعني في تنظيم هذه الانشطه في ظل هذه الجائحه التي يعني نعيشها جميعا، التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء في اقرب وقت حتى تعود الحياه الثقافيه الى حالتها العاديه والمعتاده. شكر جزيل للاستاذ عبد الكبير النافوري الذي يعني اتعبناه معنا خلال هذه المده يعني بتنقله وتكبده العناء المجيء بين الفينه والاخرى لكي يقوم بتسجيل فقرات معظم الانشطه. نتمنى له المزيد ان شاء الله من النجاحات والتالق والعطاء. نشكر استاذنا الفنان المبدع الاستاذ سيدي صديق البرحيم على تكبده العناء والتنقل المجيء كذلك في ظل هذه الظروف، ويعني أبى إلا أن يشاركنا هذه اللحظة الجميلة والماتعة مع الأستاذ إحسان السباعي. شكرا للأستاذ أمين بن الحاج على مجيئه وتكبده العناء كذلك بدل هذه الظروف كذلك، حتى يعني يساهم وينجح في هذه اللقاءات الأدبية الماتعة والممتعة. فقبل أن نرفع الستار عن هذا اللقاء نعود مجددا لكي يختتم لحظات هذا اللقاء مع فناننا المبدع حتى يشنف مسامع الحضور ومسامع المشاهدين والمشاهدات يعني بجميل صوته وادائه الجميل الصديق بن مرحيم، فليتفضل مشكورا. وشكرا جزيلا للجميع، ومتمنياتي ان تقضوا لحظات ماتعه وممتعه مع فقرات هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.
بارك الله عليك.